اصل انت عارف يا عوضي، انت كممثل ممكن يتخاف عليك من ايه؟ من حته وقع فيها اخرين، اللي هي حته انا الدور اللي بلعبه دايما جزء من شخصيتي الحقيقيه، فانا ما بخرجش من الحته دي. لا لا لا. فانا بعيد انتاج نفس الشخصيه او نفس التركيبه النفسيه باسم مختلف وقصة مختلفة وظروف مختلفة. لا. لكن في الآخر أنا أحمد العوضي، أنا لا لا لا. مش الشخصية اللي بلعبها. هقولك بقى أنا القصة فين. النهاردة أنا بعمل، أنت مش واعي للي أنت بتقوله. ده بتقول لك الراجل ده بعملش غير شعبي. هو أنت فاهم يعني شعبي؟ أكاد أجزم لك أنه مش فاهم يعني شعبي. أنت الشعبي ده يعني 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 ابن الحارة، يعني ابن البلد، يعني وصلنا ابن الحارة. هو الحارة دي فيها مين؟ يا احمد ومحمد ومحمود وصابر وحسين وحسن ومرقص، صح؟ طيب بيت احمد غير بيت محمود، وبيت محمود غير بيت محمد، ومحمد غير صابر. والله احنا كلنا غير. بمعنى ايه غير؟ مفاهيم غير يعني؟ لا ده تركيبته غير ده، وده علاقته بامه غير ده، وده علاقته بابوه غير ده، وده عنده حكايات في بيته مش عند ده، وده عنده حكايات مع اخواته مش عند ده، وده حكاية مع خلانه ومش مع ده، وده مخصة مع امامه ومش مع ده. بس في الاخر احمد ومحمد ومحمود جيران من نفس المنطقه من نفس الشارع. المفروض اعمل لك انا ايه بقى؟ اعمل لك بقى انا من اطلع لك بقى فرنسي ولا ايه؟ يعني انت يا عوضي بترفض ان انت تعمل ادوار مهما كانت ابداعيه بره الحته دي؟ مش فكره ابداعيه يا جماعه، مش فكره ابداعيه. هو انا في الاخر بقدم يعني قصدي مش ممكن يكون عندك قدره على ادائك يعني عندك قماش شبع عوضي؟ هو شبع شمال ده شبع عوضي؟ هو شمع شمال وده شبع عوضي؟ عوضي راجل محب لوطنه ومحب لبلده محب لجيشه محب لشعبه، فاهم قصدي؟ الشعب المصري. وده واحد في كل مساوئ الدنيا، كاره لدنيته، كاره لبلده، كاره لشعبه، كاره لجيشه، كاره وكاره وكاره وكاره. وانا مش عملته؟ نجحت فيه. صحيح. صح. صحيح. فيه. كنت هسألك دلوقتي فكرة ان انت طلعت ارهابي، ما الارهابي ده مش جدع، مش جدع، بس انا بعمله وخاين وخسيس. بعمله بقى بديك قدوه ولا بوريك مساوئ الشخص ده؟ بعلمك ان انت ما تعملش زي ده. شعورك بقى ايه بالتجربه دي وتكررها ولا لا؟ لا طبعا ده فخور ان انا عملت الاختيار. لا ان انت عملت الاختيار اكيد طبعا. لا انا بتكلم بقى على ايوه لا ده لعبك لدور ارهابي. شمع شمع ده انا وصلت منه رساله ان ده راجل خاين، راجل سفاك بيسفك الدم وبيحلله وبيحارب بلده وبيحارب بيت جيشه وبيحارب شعبه. تمام. كل ده وصلته لك من خلال دور. لا ده انا ده انا ده انا ده لان انا مؤمن ان ده شخص سيء، شخص خاين. طب شفت بقى؟ فهمت قصدي؟ ايوه ماشي. هو ده قصدي. تمام. انه في ادوار حلوه قوي وانت كموهبه قادر تلعبها بعيده او بره، او احتمال كمان تكون عكس الجدعانه والشهامه. انا لعبتها اهو. طب انت بتنسى ليه الاختيار؟ طب انا قعدت قبل ما ابقى نجم كنت بعمل ظابط. ها فقال لك ده ما بيعملش غير ظابط. طب ماشي سيبنا الظابط، عملنا الشعبي. ما بيعملش غير شعبي. امال اعمل لك انا ايه بقى؟ مش فاهم انت ابطل تمثيل؟ فاهم قصدي؟ انا كل ما اعمل لك شغلانه تقعد تقول لي انت ما بتعملش غيرها. تمام. فانا لعبت الظابط ولعبت الارهابي ولعبت الشعبي ولعبت الصعيد. انت في ادوار معينه او مشاعر معينه ترفض تلعبها، منها تمام. الخيانه. طب انت ازاي لعبت لحظات الانكسار في حق عرب؟ لان انا عندي رساله عايز اوصلها، فاوصلها من خلال هو انا وصلت لك ايه في حق عرب؟ انا النهارده خليتك تشوف عوضي بيتهان في الشارع وبيتكسر ومش عارف ايه، لان انا وريتك عرب السويركي لو عوضي وهو بطل وان هو ما حدش بيعرف يضربه وان هو بيعمل وبيكسر وبيبتاع. انا كسرته لك ليه؟ عشان اوصلك ان المخدرات قادره لوحدها بس تكسر راجل من 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 يعني تنزله من السماء لسبع ارض، يبقى راجل كده ايه ماشي ناس طلع ولا جاي بيهلفت فيه. هو ده اللي قاله لامه ان ان هم ضربوني بالحقن، فبقيت عامل زي خيال مات الورقه البيضاء، ورقه اي حد ينفخ فيها يقع. هو ده اللي انا عايز اوصله لك، لان هو لما اتضرب واتضرب وهو عفيته ولا اتضرب وهو مخدرات. فدي رساله اوصلها لاخواتي الشباب. اوعى والطريق ده، لان مفيش حاجه هتكسرك غير ده، مفيش حاجه هتضعفك غير ده، مفيش حاجه هتهز هيبتك غير ده. ما هو ده دوري ان انا كنجم وبعمل مسلسل، ان انا اقدم لك ايه من المسلسل ده في الاطار اللي انت بتحبه من عوضي.